طيب إيمان كانت بتتكلم على عن الحلفان كتير، سواء كان بتحلف عشان تخرج من موقف أو بتحلف حاجة كذب أو إزاي، كفرته إيه؟ طيب بالنسبة لليمين عندنا يمين غموس ويمين لغو ويمين معلق بسرعة كده هنشرحهم. اليمين اللغو ده معلوش أي حاجة خالص، زي ما واحد مثلا يقول إيه والله لا تاكل معايا من باب الكرم كده، والله لا تيجي عندنا النهاردة، ها ده اسمه يمين لغو. الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النوع الثاني اليمين الغموس، اليمين الكاذب، لما انه واحد عارف ان هو عارف انه بيحلف كذاب، وكذب. بيحلف كذب، ودي جريمه من الجرائم، وبرضه معلهاش كفاره بالمناسبه لان هي كبيره. فالتوبه الى الله سبحانه وتعالى واجبه، عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. اليمين المعلق بس اللي عليه كفاره، يمين المعلق صورته ايه؟ والله انا من رايح الحته الفلانيه، والله ما هخرج من البيت النهارده، والله. فهو بيعلق اليمين على حاجه معينه، لو تمت الحاجه دي ها او الشرط ده وقع يبقى عليه كفاره. فاذا كان ايمانها من نوع اليمين المعلق، ان انا مش هروح، ان انا مش هخرج، ان انا مش هعمل، ده في الحاله ديت عليها كفاره. اما يمين الغموس، يمين اللغو، عليه التوبه.